هنبدأ بقى دلوقتي نعمل وصفة تانية. خلينا كده ننزل مقاديرها الأول من الحاجات اللطيفة. بس أنا هقول لحضراتكم حاجة، الفيتوتشيني الأصلي الإيطالي ما بيتحطلوش يعني دقيق خالص، عشان بس نبقى متفقين على المبدأ. بس إحنا هنا في القاهرة أو في مصر بنحاول نحط دي عشان نديله ثيكنس او يعني قوام تقيل سنه للخليط. هما بيعملوه كريمه بس وبيحطوها. خلوا بالكم الفيتوتشيني اساسها مطبخ روماني وبتتصنع من البيض ومن الدقيق، وهي اسمها ليه كده؟ علشان هي معناها الشرايط الصغيره، عشان هي متقطعه شكل الشرايط. بصوا حضراتكم شوفوا شكل المكرونه كده، هتلاقوها شرايط اتخن من الاسباجيتي طبعا، وليها شكل الشريطه كده، وبرده بتتقطع كده بمكنه ال يعني بتاعه الباستا او بتاعه المكرونه اللي احنا بنجيبها اهي. بصوا كده الشريطه بتاعتها عامله ازاي اهي. وطبعا هي ليها قصه لطيفه جدا طريفه جدا. في واحد اسمه الفريدو، ده من ايطاليا، و الراجل ده مراته كانت خلفت وبعدين بدأت يعني شهيتها اتقفلت كده، فما كانتش قادرة تاكل كويس. هو حب يعني يساعدها علشان تاكل، فراح عمل الطبق المكون من الدقيق والزبدة والكريمة، وهي عجبها الطبق ده قوي، فأصبح هو ده الطبق اللي يعني اتشهر على اسمه، عشان كده ساعات بيتسمى مكروني ألفريدو، بتتقال على اسم هذا الرجل يعني اللي ايه اللي عمل الوصفة دي، لأنه كان عنده مطعم لزوجته. طيب هناخد المقادير الأول ننزلها بعد إذنكم، يلا بينا. بسم الله. عندي أول حاجة مكرونة بالفراخ، دي أو الفيتوتشيني هنسميها مكرونة فيتوتشيني اللي هي الشرايط اللي اتفقنا عليها. عندي صدور دجاج، عندي زبدة، عندي مرق، وعندي كوباية من الكريمة، عندي كوباية من المرق زي ما اتفقنا، كوبايتين من اللبن، ممكن تبقى كوباية واحدة، عندي معلقتين من الدقيق، عندي جبنة موتزاريلا، ده اختياري بس أنا مش هحط موتزاريلا، أنا هحط بارميجان، عندي توم مفروم، عندي فلفل ألوان، عندي مشروم، زيت زيتون، جوز الطيب، ودي مهمة جدا في الوايت صوص، بهارات فراخ أو بهارات السبع بهارات، وملح وفلفل. مكونات بسيطة جدا وسهلة ولطيفة. تعالوا أول حاجة كده، طبعا هاخد زيت زيتون وزبدة، دي مهمة. ومعانا معانا زينة. أهلا أهلا. كيف عظيمة عاملة إيه؟ حبيبة قلبي، أنتِ عاملة إيه يا روح قلبي؟ الحمد لله، وحشتيني جدا وحشتيني جدا. يا روحي أنتِ أكتر أوي أوي بجد. فاصل حاولي تكلميني تاني يا زينة حبيبتي، وسلمي على مامي كتير كتير. انتي وحشتيني اكتر. بصوا كده هاخد مكعبين من الزبده مع زيت الزيتون، بس رفعها من على النار لان البان كانت بالفعل سخنه، وهرجعها تاني دلوقتي كده. وبعدين خلي ده هنا، هاخد كده اول حاجه هنزلها، بحب احط الثوم اول حاجه. دوقوها بقى هشوفوا طعمها حاجه مختلفه تماما. خلينا نرجعها هنا. زينه رجعت لنا تاني حبيبتي. ازيك يا استاذه عظيمه عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي، طالما انت بخير وكويسه. انت حاسيني قوي قوي قوي، انت قوي 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 ادي كده، شايفه قلب الجميل ده؟ انا بحب المكرونه الفيتوتشيني قوي يا روح قلبي. يلا انا تعالي كليها معانا يلا. ايه رايك ولا ابعت لك طبق؟ انت هتيجي معايا قريب ها؟ مش احنا اتفقنا؟ ايوه خلاص، انا هستناكي وهكلم مامي علشان تيجي معانا ان شاء الله. اتفقنا، تعملي لنا حاجات حلوه من ايديك الحلوه ان شاء الله. خلاص اتفقنا. قولي لي مش عايزه اي طلب؟ لا يا حبيبتي، انا كنت بس بطلت اسلم عليكي. يا نور عيني انت، ربنا يسعد قلبك يا روح قلبي. جهزي لنا بقى حاجات حلوه عشان تيجي تعمليها لنا بقى. طبعا يا حبيبتي، بس اكيد مش هيبقى احلى من اكلك. يا نور عيني انت، ربنا يحفظك يا نور عيني، يحفظك ربنا يا قلبي. ميرسي على اتصالك يا روحي. العفو. اوكي هشوفك على خير، باي باي. ميرسي يا زينه. بصوا انا عندي هنا المشروم، مش هضيفه دلوقتي، هاخد بس رشه بسيطه كده من البهارات هنا، وهبدا اضيف المرق. بسم الله، بحط مرق الاول. هما بقى هناك يعني لما شفت حد مش مصري بيعملها، لا ما بيحطوش كده الاول،
يحط الكريمه على طول، يحط عليها جوز الطيب ويحط عليها المكونات ويسيبها. بسم الله نحط طبعا الكريمه. بصوا ويسيبها، وبتبقى هي خفيفه كده شويه، مش زي اللي احنا بنعملها، يعني مش زي بتاعتنا اللي بتبقى فيها سماكه شويه، فاهمين قصدي؟ بس هي دي الفرق. لكن احنا طبعا الدقيق ما فيش مشكله، حطينا معلقه دقيق او معلقتين مش هيجرى حاجه، عشان تاكلوها بالقوام الحلو، ما تبقاش يعني صوص بتاعها خفيف قوي كده. طبعا اهم حاجه مع الصوص الابيض ده اسمحوا لي احط الايه، اول حاجه رشه ملح. طبعا لو في فلفل ابيض هيبقى احلى، انا حاطين مرق فانا مش هحط ملح كتير عشان هو اوريدي متملح، هحط رشه فلفل بسيطه لو الاسود مش هيضر يعني، وبعدين رشه جوز الطيب كده، رشه فريش، وعندي من التوابل رشه كمان، دي بهارات دجاج تدي تيست وطعم حلو قوي. وبعدين عايزه هنا بس اقطع كده مع حضراتكم الايه، المشروم ده. طبعا اتفقنا ان المشروم، بصوا طريقه تنظيفه بسيطه وسهله اهو، بس مسحه بسيطه، انا بمسحه بمنديل لان هو مش محتاج يعني يتحط تحت ميه، يتحط تحت ميه وعامل زي السفنجه، يا دوب بشيل الاتربه من عليه بس، هيشرب الميه كلها وهيبوظ اهو، شايفين ازاي؟ بنضف بس كده. معانا نفوذ من اسكندريه، يا اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، مساء الخير، ايه الاسم الجميل ده؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انتي انتك جميله واكلاتك الجميله، يا رب يخليكي يا فندم، تسلمي لي. الله يسلمك من كل خير يا رب. اسم حضرتك جميل ومميز. انت اللي جميله ومميزه والله، كل اكلاتك جميله. الله يسعدك يا فندم، قناه الاهلي والله، ربنا يخليكي يا فندم، كل حضرتك ذوق، ميرسي ليكي وميرسي لمشاركه حضرتك وان انا اسمع صوتك، وطبعا تحيه لكل اهل اسكندريه لان انا بعشق اسكندريه. حضرتك اصلك فلسطيني؟ ايوه. تحيه لكل اهل فلسطين، اعز اصحابي عايشين في رام الله في فلسطين. تحيه ليكوا جميعا. حبيبتي اسلمي لي يا رب. انا عايزه اقول لك تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها، بصراحه اكلك جميل جدا. اشكرك. انت ذوق اصلا يعني، بصراحه انت الجمال بتاع القناه والله. ربنا يخليكي يا فندم، شرف ليا والله، ميرسي، كلام حضرتك غالي عليا. بصراحه انت غاليه علينا كلنا، وانت يعني اقول لك ايه بس يعني الفاكهه الجميله بتاعت القناه والله. حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق، شكرا لحضرتك جدا بجد. حضرتك مالكيش اي طلب؟ طيب شكرا ليكي وربنا يوفقك يا حبيبتي. اشكر حضرتك جدا، ميرسي. طلب ان انت تفضلي منوره قناه الاهلي كده وتسلم ايدك، وبس بتمنى انه ايه ان انت تطبخوا طبخات واكلات فلسطينيه بس كده، ده احلى اكل، الاكل الفلسطيني بجد. اقترحي علينا اللي انت عاوزاه، ويا ريت يعني لو كان في فرصه ان حضرتك تبقي مره مشرفانا وتشاركينا بحاجه كده نبقى سعيده جدا. اتشرف بيكوا طبعا، يشرفني والله، يا ريت. تسلمي لي. يعني عادي جدا، وابقى سعيده جدا والله. وشرف لينا والله، لان اكلاتكم جميله ونفسكم حلو قوي في الاكل، ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. بشكر حضرتك. شكرا ليكي جدا جدا. تحيه لحضرتك ولاهل اسكندريه وكمان لاهل فلسطين الكرام. بصوا انا خدت الفراخ هنا، حطيت لها بس من توابل الفراخ البهارات، ولازم اديها تشويحه بره، وهحط نقطه واحده بس من عصير الليمون، مهمه نقطه واحده اهو، هاخد رشه ملح وفلفل، اللي مش حابب يضيف فلفل الوان ما يضيفش، ممكن تبقى من غير خالص مفيش اي مشكله، كفايه قوي الفراخ والمشروم بس، تاخد من تتبيله البهارات دي، وبعدين هتنزل في الصوص الجميل ده، واخر حاجه هضيفها المكرونه. انا ممكن انقلها، تسمحوا لي انقلها على النار دي اعلى شويه؟ ممكن. ميرسي ليكوا جدا حبايبي، شكرا. انا هرفعها انقلها الناحيه الثانيه، تسلموا لي،
شكرا لكم. هنا هاخد بس المشرم كده كام واحده مهمه قوي، هقطعها حاجه بسيطه كده كام شريحه بسيطه. انا ودي مش يعني برضو حتى العود اللي ورا ده كده، بصوا كده اهو، حط بس كام مشروميه كده حلو، ممكن واحده كمان اهو، دول كويسين ممكن يتضافوا مع الفراخ نشوحهم مع بعض. بسم الله. ممكن نخلي دي هنا كده تبقى دافية شوية عشان حضراتكم تقدروا تشوفوني كده، تشويحة حلوة مع البهارات شوية المشروم. وبعدين أنا بسوي هنا الصوص، خليني هنزل فيه برضو الفراخ تاخد غلوة كده وتشويحة حلوة. على فكرة في ناس بتحب تدي التشيكن دي تخليها على الجريل، تديها كده تشويحه على الجريل تدي طعم حلو كمان على فكره، بزيت الزيتون رشه كده بسيطه من التوابل، ملح فلفل رشه بهارات بتبقى رائعه. وبعدين تتقطع كده زي ما انا عاملاها شرايح وبعدين تتحط معاها تبقى حلوه برده. اوكي ممكن بقى ننزل شويه هنا، بصوا كده من الخليط بقى الجميل ده على الكريمة هنا. انا بس عشان عايزة اعملها في البان الغويطة فهعكس، هو المفروض ان احط الكريمة على التشيكن. بسم الله هحط كده بالصوص بتاعها شوية والمشروم هنا، شايفين كده شوية حلوين، كمل دول كمان. وبعدين هننزل الايه المكروني بالصوص الفراخ ده ينزل لازم زي ما هو عشان هو ده اللي فيه الخلاصة والطعم. نقلب بس تقليبة حلوة كده وانا مجهزة عندي المكروني زي ما اتفقنا. ممكن محتاجش اللبن، اللي عايز يحط بديل مكان المرق اللي انا حطيته لبن وكريمة ماشي، لكن انا حبيت المرق لانه بيدي تيست وطعم حلو، الحقيقة مبيبقاش برضو الصوص تقيل كده يبقى فيه شوية خفيف، هو الاساس فيها الكريمة يعني كده. رشت بقى بهارات أخيرة عشان بعد ما ضفنا مكون. وبعدين هاخد مع حضراتكم في الماسك اهو. بسم الله. أنا الحقيقة برضو هديها إضافة بس هحتاج بقى المبشرة، شوية جبنة بارميجان كده، بصوا شوية كده، خلينا نشوف الايه المكروني اخبارها ايه واحنا بنلفها كده. بصوا بقى وهنديها رشه من الجوستاتيب كمان ورشه بارميجان دلوقتي. ممكن اخد كده على المبشره الصغيره دي مش هيضرها حاجه اهي. بصوا بقى البارميجانو، يا نهار ابيض فينك يا رانيا، فينك يا رانيا حبيبتي عشان تاكل دي، بتحب الوايت صوص جدا حبيبتي يا روني. انا ممكن اشلك يا روني ما تقلقيش يا روني، حقك محفوظ. بصوا بقى مين بيقول الله، سمعتك على فكرة، انا ممكن استأذن رانيا واسيب لك طبق صغير بس كده انتوا تأمروا. طيب هجهز الطبق اللي انا عايزة اقدم فيه، انا عايزة اقدم في ده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، حط ده هنا وايه اسمحوا لي ارفع دي، خلي بس دي هنا عشان هرش رشه من جوستة طيب تاني من عيني. حاضر ممكن اشيل لكم دول لو مضايقينكم، ايه رايك؟ طيب اهو نيجي كده، بالنسبه لكم كده كويس يا ولاد؟ ها حلو قوي، يلا بينا. حاضر انتوا تؤمروا. اوكي يلا بينا ناخد بقى المكروني القمر دي. بسم الله الرحمن الرحيم،
يا نهار ابيض، موضوع كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنبقى نضيف الفراخ بقى حواليها. بصوا الصوص جميل ازاي، لازم تبقى جوسي كده، عشان لو هي مش جوسي كده مش هتستمتعوا بيها. وبعدين عارفين كمان المكرونه لما بتبقى مسلوقه، انا عايزه استسمح حضراتكم ما تخلوهاش مسلوقه 100%، خلوها دايما 90 او 80% عشان تستمتعوا بيها وانتوا بتاكلوها، ما تبقاش مهريه كانها عجين كده. وعشان تاخد من الصوص هتستوي فيه شويه. مظبوط مخرجنا المحترم، شكلك بتدخل المطبخ صح؟ طبعا والله، يعني شابوه. هعمل من عيني بس كده، وانا هسيبكم في حالكم، انا ههريكم بارميزان النهارده. خليني بس اسمحوا لي الاول انضف حوالين الطبق. بسم الله. وهناخد بقى رشه كده جميله كمان. بصوا بقى رشه جريئه. ماشي يا نودي كده، شايفين الجمال. وبعدين انا بعمل ايه بقى في البارميزان دي لما بيتبقى منها شويه؟ بشيلها في الفريزر، احطهاش في الثلاجه ابدا، يعني باخدها كده واحطها في كيس واحطها في الفريزر، وقت ما عاوزها اجيبها. الاجبان اللي هتبقى زياده عن حاجه حضراتكم خايفين تبوظ وانتوا اشتريتوا كميه حطوا في الفريزر. طيب نوديها بقى في العرض، ونرجع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفيتوتشيني بالتشيكن والمشروم بالوايت صوص.